السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، في هذه المحاضرة نكمل على مفاهيم المورفزمات والمبرهنات المتعلقة بها. في هذه النتيجة إذا كانت لدينا F هي مورفزم من الزمرة G ستار إلى الزمرة G برايم والدوت، وإذا كانت الـ F هي دالة شاملة onto surjective map، أي أنه F المجال تساوي للمجال المقابل بالكامل، وعندنا هنا الـ H والـ star هي زمرة جزئية طبيعية normal subgroup من المجال، فأنه المطلوب هنا أنه إثبات صورة الـ normal subgroup أيضا هي normal subgroup في المجال المقابل، أي أنه إذا كانت الـ H star هي normal subgroup من المجال، إذا F للـ H أيضا هي normal subgroup من المجال المقابل، ولكن بوجود هذه الشروط المعتاد وهو شرط الـ onto. في البداية نفرض أنه لدينا عنصر في المجال المقابل أي belong to G prime، ومن المبرهنة السابقة ثبتنا أنه صورة الـ H في المجال المقابل هي أيضا زمرة جزئية من المجال المقابل، وحتى أثبت هذا الـ F للـ H هي normal subgroup نحاول نثبت الـ A مضروبة في F للـ H مضروبة في A inverse هي جزء من F للـ H. إذا قدرت أثبت هذه الخاصية إذا الـ F للـ H راح تكون normal subgroup من المجال المقابل. وحتى أثبت هذه الخاصية أنه عندي هنا الطرف الأيسر جزء من الطرف الأيمن، راح أختار عنصر في الطرف الأيسر وأحاول أثبت هذا العنصر هو موجود بالطرف الأيمن. إذا في البداية راح أجي أخذ X تنتمي للـ A مضروبة في F للـ H مضروبة في A inverse بهذا الشكل، بما أنه أنا عندي الـ F من G إلى G prime هي onto هنا given معطى، إذا يوجد عنصر في المجال بحيث الـ F للـ Y تساوي لي هذا الـ A، أي أنه الخاصية الشاملة الـ onto surjective، أي أنه لكل عنصر في المجال المقابل وجدنا هنالك عنصر اسمه Y بحيث F للـ Y تساوي لي A. وطبعا هذا جبناه من شرط الـ onto، لكل عنصر موجود في المجال المقابل يوجد عنصر مثل Y في المجال بحيث F للـ Y تساوي لي A. وبما أنه إحنا فارضين الـ X تنتمي لهذه الكمية أي مضروبة في F للـ H مضروبة في A inverse، إذا أقدر أكتب الـ X على شكل A مضروبة في F للـ H مضروبة في A inverse. وإحنا من خاصية الـ onto طلع عندنا الـ A يساوينا F للـ Y، إذا أقدر أكتب الـ X على شكل بدل هذا الـ A راح نكتب الـ F للـ Y، والـ F للـ H capital عبارة عن F للـ H small على اعتبار انه الـ H small تنتمي للـ H capital، وبنفس الوقت عندنا الـ A inverse تساوي لنا F Y inverse. هنا الـ inverse يدخل للقوس وعندي الـ F هو مورفزم اقدر اسحبه، راح يصير عندي F Y star H star Y inverse. لاحظ الموجود هنا داخل القوس عبارة عن Y star H star Y inverse، اكيد الـ H small موجودة بالزمرة الجزئية H capital، إذا هذه العبارة الموجودة داخل القوس راح تنتمي للمجموعة Y star H star Y inverse، وال H هو normal subgroup، إذا هذه كلها راح تكون جزء من ال H، وبالتالي ال Y star H small star Y inverse راح تنتمي لنا لل H. هنا ناخذ ال F راح يصير عندنا F لل Y star H star Y inverse هي موجودة بال F لل H، وبالتالي أني العبارة هذه كلها تساوي لي الـ X، وبالتالي الـ X راح تنتمي للـ F للـ H. إحنا بالبداية فرضنا الـ X تنتمي للطرف الأيسر، هسه برهنا أنه الـ X موجودة بالطرف الأيمن، إذا هنا راح يكون عندنا الـ F للـ H هو normal subgroup من المجال المقابل. F be a homomorphism from the group G star into the group G prime dot, then if H prime star is a subgroup of G prime, then
اف انفرس اتش برايم والستار راح تكون سب جروب من المجال. هنا المطلوب انه اذا كانت الاتش برايم هي زمره جزئيه من المجال المقابل، فان الصوره العكسيه لها راح تكون الزمره جزئيه في المجال، اي انه يجب اثبات الاف انفرس للاتش برايم هي زمره جزئيه من المجال. بالبدايه نجي نعرف الاف انفرس للاتش برايم. بما انه الاتش برايم هي زمره جزئيه في المجال المقابل، اذا الصوره العكسيه راح ترجع للمجال، اذا عناصرها راح تكون بشكل مجموعه كل الايات الموجوده بالمجال، بحيث الاف للاي تنتمي للمجال المقابل، اي انه عباره عن مجموعه كل عناصر المجال، اي انها جزء من الجي، الزمره الموجوده بالمجال. بالبدايه نفرض عندي الاي هو ايدنتيتي من الزمره الموجوده بالمجال جي ستار، واي برايم هو العنصر المحايد في المجال المقابل جي برايم. لاحظ بانه عندي الاتش برايم والدوت هي زمره جزئيه من المجال المقابل، لذلك راح تحتوي لي على العنصر المحايد الاي برايم، واحنا برهنا الاي برايم تساوي لي اف للاي، اي انه الاف للاي تنتمي لل اتش برايم. لو اجيت اخذت الاف انفرس هنا راح يصير عندي الاي تنتمي للاف انفرس الاتش برايم. اذا الاف انفرس الصوره العكسيه للزمره الجزئيه الموجوده بالمجال المقابل اتش برايم راح لا تساوي لي فاي، لانها تحتوي لي على الاقل على العنصر المحايد. اذا حتى اثبت الصوره العكسيه هي زمره جزئيه، بالبدايه ثبتت انه لا تساوي لي فاي الاف انفرس الاتش برايم، واحاول اثبت الاف انفرس اتش برايم هي زمره جزئيه. في البدايه نختار عنصرين مثل اي وبي تنتمي للصوره العكسيه للاتش برايم، واحاول اثبت الاي مضروبه في بي انفرس تنتمي للصوره العكسيه للاتش برايم. بما انه اي وبي هي تنتمي للاف انفرس الاتش برايم، اخذ الاف هنا راح يصير عندي اف للاي موجوده بالاتش برايم، ونفس الشيء عندي الاف للبي راح تنتمي للاتش برايم. بما انه الاف للاي والاف للبي هي موجوده بالاتش برايم، والاتش برايم هي زمره جزئيه في المجال المقابل، فحتى اني احصل على الصوره العكسيه تكون زمره جزئيه من المجال، راح ابدا بالاف للاي ستار بي انفرس، حتى بالنهايه اتخلص من الاف بالاف انفرس واحصل على النتيجه. لذلك راح اجيب الاف للاي ستار بي انفرس، الاف هو مورفيزم راح يتوزع على الاي والبي انفرس، راح يصير عندي اف للاي مضروبه في اف للبي انفرس، وبالتالي هنا الانفرس يطلع فوق. لو تلاحظ عندي هنا اف للاي مضروبه في اف للبي انفرس، واضح انه اف للاي واف للبي هي عناصر موجوده بالزمره الجزئيه اتش برايم، اذا معكوساتها ايضا راح تكون موجوده بالاتش برايم، وبالتالي الاف للاي والاف للبي انفرس راح تكون موجوده بالاتش برايم، لانه الاتش برايم هي زمره جزئيه في المجال المقابل، وبالتالي هذه كلها راح تكون موجوده بالاتش برايم، وهذه تساوي للاف للاي ستار بانفرس، اذا الاف للاي ستار بانفرس راح تكون موجوده بالزمره الجزئيه اتش برايم. بمجرد هنا اجي اتخلص من الاف راح احصل على النتيجه، هنا راح يصير عندي اي ستار بانفرس تنتمي للاف انفرس الاتش برايم، وبالتالي أنا جبت عنصرين مثل A و B تنتمي للصورة العكسية لل H برايم، وثبتت الـ A مضروبة في B انفرس تنتمي للصورة العكسية لل H برايم، وبالتالي الصورة العكسية لل H برايم راح تكون زمرة جزئية من المجال. عندنا نتيجة، إذا كانت الـ F هي مورفزم من الـ G ستار إلى G برايم والدوت، إذا كانت الـ H برايم هي نورمال سب جروب من المجال المقابل، إذا الصورة العكسية لها راح تكون نورمال سب جروب من المجال. في البداية نفرض أنه الأي هو عنصر موجود بالزمرة جي، ومن المبرهنة السابقة ثبتنا أنه الصورة العكسية للإتش برايم هي زمرة جزئية من المجال. هسا نجي نحاول نثبت هذه الصورة العكسية هي النورمال سب جروب، وحتى أثبت النورمال سب جروب لازم أتحقق من هذه الخاصية بالنسبة للإف انفرس الإتش برايم، اي انه لازم اثبت هذا الطرف هو جزء من الاف انفرس الاتش برايم. اذا ثبتت هذه الخاصيه اذا الاف انفرس للاتش برايم راح تكون
normal subgroup من المجال. في البداية حتى أثبت هذه المجموعة هي جزء من الطرف الأيمن، راح أفرض عندي x ينتمي لهذا الطرف، بما أنه ال x ينتمي لهذا الطرف اللي هو a مضروبة في f inverse ال h prime مضروبة في a inverse، إذن أقدر أكتب ال x على شكل a star h star a inverse. واضح أنه ال h عنصر موجود بالصورة العكسية لل h prime. أجي أخذ ال f هنا للطرفين، راح يصير عندي f لل x تساوي لي f لل a star h star a inverse. ال f هي مورفزم، إذا راح يتوزع على ال a وال h وال a inverse، راح يصير عندي بهذا الشكل. بعدها نلاحظ أنه عندي هنا ال f a inverse، ال inverse هنا برهنا مسبقا أنه يصعد فوق القوس، وأنه بما أن ال h تنتمي للصورة العكسية لل h prime، ناخذ ال f راح يصير عندنا ال f لل h تنتمي لل h prime، وبما أنه ال a موجودة بال g، إذا ال f لل a راح تكون موجودة بال g prime. إذا هذه العبارة كلها ال f لل a مضروبة في f لل h مضروبة بال f لل a inverse راح تنتمي لنا، ننزل ال f لل a وننزل ال f لل a inverse، وهذا ال f لل h ينتمي لل h برايم. واضح أنه بالمبرهنة معطى أنه ال h برايم هي normal subgroup من المجال المقابل، إذا هذه كلها راح تكون جزء من ال h برايم، وبالتالي هذه العبارة كلها ال f لل a مضروبة في f لل h مضروبة في f لل a inverse كلها راح تنتمي لل h برايم، وبالتالي هذه تساوي لنا f لل a star h star a inverse. إذا هذه العبارة كلها f لل a star h star a inverse راح تنتمي لل h برايم، وهذه كلها بالمقابل تساوي لي f لل x، إذا ال f لل x أيضا راح تكون تنتمي لل h برايم. وبالتالي أنا أريد الصورة العكسية، إذا أخذ الـ f inverse هنا راح يصير عندي الـ x تنتمي للصورة العكسية للـ h prime. إحنا فرضنا الـ x تنتمي للـ a star f inverse h prime star a inverse، وثبتناها تنتمي للصورة العكسية للـ h prime. إذا هذه العبارة راح تكون جزء من الصورة العكسية للـ h prime، وبالتالي الصورة العكسية للـ h prime راح تكون normal subgroup من المجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.